بسم الله. ربنا أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا سميع يا عليم يا هادي. وقطعناهم في الأرض أمما أن يتبثوا على وجه اليابسة، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك اللي خلط عمل صالح بعمل خبيث، ولا الآخرين اللي كلهم في الخبيث. ولعنة الله على أهل الخبث والشيطان إبليس. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. تست دو تو دوفون ان فري شوا او تو تو بونش فير رضا ربي يعني لاغريمون ديما او بيان كوم لا ماجوريتي دي كا vous allez dans le sens de la malédiction, de l'accablement. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون إلى الله رب العالمين. ومن رجع إلى الله منع زحزح عن العذاب ويدخل الجنة، الجنة الدنيوية والبرزخية والأخروية. وقطعناهم في الأرض أمما منهم منهم الصالحون وهم قلة قليلة ومنهم دون ذلك وبلوناهم nous avons testé nous les avons éprouvé وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون هذا عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وأن يأتي عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق يقولوا على الله إلا الباطل عزير بن الله المسيح ابن الله مريم البتول عليها السلام هي أم الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا عنده أم ولا عنده صاحبة ولا عنده شركة هذا كله جاي من عندكم أنتم أنتم الأفكون الكاذبون في حق رب العالمين فخلف من بعدهم خلف فما آية أخرى خلف من بعدهم خلف أنا تركوا الصلاة واتبعوا شهوات قول ربي سيلقون غيا أي خيبات أمال متتالية وعذابات دائمة فخلف من بعدهم من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وأن يأتي عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الدار الآخرة هي الحيوان هي لنا احنا اللي نخافوا ربي اللي نوحدوا ربي اللي نطيعوا ربي ونتبعوا رسله وانبياء الكرام عليهم السلام نعود الايه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتي عرض مثله ياخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون دائما يلوموا ربي خلف اعملوا عقولكم وظفوا عقولكم فيما يصلح أحوالكم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة شاد الكتاب التوراة الحقيقية الزبور الحقيقي اللي هو أغلبه ديبسوم
يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. ربي مش بيضيع لك أجرك إن استقمت واتقيت وصدقت مع المولى الذي يعلم سرك وأخفى أخفى من سرنا جميعا. والسلام دائما لأهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الإسلام، أهل الإحسان.